عقدة النقص هي إحساس يسيطر على الشخص وينجم عنه سلوكات غير سوية. أسبابها عادة ما تكون عميقة الجذور في نفس الشخص المصاب بها، وتؤثر على نظرة الشخص لنفسه وتصرفاته تجاه الآخرين، حيث يشعر بأنه أقل شأنا منهم أو بأنه ليس بالشخص الناجح مقارنة بغيره. غالبا ما ينجم هذا الشعور نتيجة لتجارب سابقة، أو يمكن الشعور به دون وجود سبب محدد. وغالبا ما تكون لهذه العقدة تأثيرات سلبية كبيرة على حياة ذلك الشخص أو حتى محيطه. فالمصابون بعقدة النقص غالبا ما يتسببون في تعاسة محيطهم العائلي وتوتر العلاقات الدائمة مع زملائهم في العمل، وهو ما يعجل في انتهاء علاقاتهم التي تجمعهم بمؤسسة العمل.